يسمى البريميكس اللي بضيفوه على الطحين. اول ما اجى الرئيس اردوغان على تركيا من القرارات المصيرية اللي اتخذها بعدم استخدام الخبز الابيض في تركيا. الان يستخدم الخبز القمح الكامل او الخبز خبز الشعير. في حين الدول الاسكندنافية لها اكثر من 30 سنة ومن بينها على رأسها السويد والنرويج وفنلند والدنمارك لا تستخدم الخبز الابيض ابدا لانه قاتل. ومن اكثر المشاكل التي يسبب الخبز الابيض انه ماده اكسيد الكلورايد لوحدها تتفاعل مع اجنه القمح وتنتج ماده الالوكسان التي تضرب البيتا سيلز في البنكرياس التي تفرز هرمون الانسولين. هذه الماده اكسيد الكلورايد خطيره جدا وتسبب مرض السكري، بالاضافه انها تؤدي الى نقص في ماده المغنيسيوم بنسبه 98% ونقص ماده المنغنيز بنسبه 85% ونقص ماده السيليكا بنسبه 80% ونقص في فيتامين اي او مضادات الاكسده او مضادات الهرم الشيخوخه بنسبه 100% وتؤدي الى نقص بفيتامينات B2 B5 وB6 بنسبه 65% والاحماض الدهنيه غير المشبعه بنسبه اعلى من 50%. وبالتالي يتبقى في الطحين مواد مبيضه كيميائيه وماده الفوليك اسيد الخطيره التي تسبب سرطان الثدي عند النساء. وهذه الماده تعتبر ضاره جدا بالاسماك وبالاجنه وبالبيئه، ولا انصح باضافتها ابدا ابدا على الطحين الابيض. وشكرا.